الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أين وصلنا في القراءة؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب نجاة الخلف في اعتقاد السلف. وصلنا إلى المقدمة. المقدمة. نعم. المقدمة في معرفة الله تعالى فنقول وبالله التوفيق: تجب معرفة الله تعالى شرعا بالنظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر وهو أول واجب له تعالى. حسبك. معرفة الله تعالى، معرفة الله تعالى أول ما قدم المصنف رحمه الله معرفة الله تعالى، وسلك بذلك مسلك باقي علماء المذهب في تصنيفهم مثل ابن حمدان وغيره. معرفة الله تعالى يعني نستطيع أن نقسمها إلى قسمين: معرفة وجود وهو ما ذكره المصنف، ومعرفة ذاته وحقيقة صفاته. فالأول معرفة وجود ذاته بصفات الكمال مما لم يزل ولا يزال، فهذا مطلوب منا. والثاني معرفة حقيقة ذاته وصفاته، فهذا محال، هذا محال، لأنه مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الأول معرفة وجود ذاته بصفات الكمال مما لم يزل ولا يزال، وهذا مطلوب منا مثل ما ذكرنا. لكن الثاني معرفة حقيقة ذاته وصفاته. هنا المعرفة المقصود بها الكيفية، المقصود بها الكيفية، فهذا محال لأنه مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأول واجب له تعالى هو المعرفة، والثانية لغيره هو النظر، هو النظر. اختلف العلماء في أصل المعرفة بالله، أنا أعلم أنه هذا جديد عليكم، يعني هذا الترتيب وهذا التقسيم، يعني طريقة التصنيف هذه جديدة، لأنه اعتاد طلبة العلم أن يقرأوا إما أصول الثلاثة أو كشف الشبهات أو كتاب التوحيد، وهي صنفت على خلاف هذا يعني التصنيف. أنا لا يعني أقول أنها مخالفة، أنا أقول على خلاف هذه الطريقة. هذه استخدم المصنف رحمه الله طريقة، يعني استخدم بعض من علم الكلام لإثبات ما عليه الحنابلة. اختلف العلماء في أصل المعرفة بالله عز وجل، فمنهم من قال أن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا بالنظر، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. ومنهم من قال معرفة الله تعالى تحصل ضرورة في قلوب العباد، فالله سبحانه يبتدي تلك المعرفة اختراعا في قلوب العقلاء. نعم. ومنهم من قال معرفة الله يمكن أن تقع ضرورة ويمكن بالنظر، ويمكن بالنظر، وهذا ما أشار إليه التقي. هنالك مسألة مهمة قبل أن يعني نشرح ما ذكره. الأولى معرفة الله تعالى وهي أول واجب لنفسه، ويجب قبلها النظر لتوقفهما عليه، فهو أول واجب لغيرها. الأول واجب لنفسه، انتبهوا لهذا الكلام دقيق جدا. الأولى معرفة الله تعالى أول واجب لنفسه، ويجب قبلها النظر لتوقفهما عليه. النظر في الوجود والموجود، يعني معرفة الله عز وجل متوقفة على النظر، فهو أول واجب لغيره. أما الثانية النظر ومعرفة الله تعالى هما يعني سببان لا يقعان ضرورة. دليل ذلك قول الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. يعني هنالك من اعترض على المصنف، قال تجب معرفة الله تعالى شرعا بالنظر في الوجود والموجود، قال هذا يعني غير موجود في كتاب الله عز وجل، كيف يعني يستخدم هكذا؟ معرفة الله تعالى وجبت بالنظر بدليل القرآن: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وغيرها من الآيات
في سياق الباب. إذن المصنف رحمه الله قال: تجب معرفة الله تعالى شرعا بالنظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر، وتحصل المعرفة بالأدلة الظاهرة وحججه القاهرة. نعم نعم، النظر التفكر والنظر هو نعم نعم النظر والتفكر، النظر الذي هو التفكر. نعم، يعني أدلة معرفة الله عز وجل قواطع قطعية، ودل على ذلك أنفسنا والسماوات والأرض. وضحت المسألة الآن؟ نعم. تجدون عندكم التعليق إخواني في مسألة مهمة جدا أنتم طلبة علم. هذا الكتاب صنفه العلامة النجدي، ابن قائد النجدي رحمه الله تعالى. لا يجوز لي شرعا، لا يجوز لي شرعا أن آتي والمصنف هو ذكر قال: تجب معرفة الله تعالى شرعا بالنظر في الوجود والموجود، ثم أقول وفي هذا نظر وأبدأ أرد على المصنف. إذا أردت أنا أجعل لي أضع لي كتابا في العقيدة أو في أي علم. الآن الإشكال حاصل في التحقيق، في تحقيق النصوص إخواني. يعني المحقق الآن اعترض قال: وفي ذلك نظر بين، ليس في كتاب الله أن النظر أول واجبات. الله سبحانه وتعالى قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. يعني هم اعترضوا بدون أن ينظروا، يعني اعترض المحقق دون أن ينظر إلى دليل المصنف. المصنف ذكرها متنا دون أن يذكر دليل، فهذا حقيقة تجاوز على المصنف. أنا لا يجوز لي الآن آتي وأبدأ أرد على المصنف، أنا أشرح الكتاب وفق ما على مراد المصنف. عندي يعني عندي رد على هذا الكتاب، أذهب وأكتب رد لوحدي، أقول هذا كذا هذا كذا هذا كذا. أما في التحقيق هنالك تلاعب في كتب الحنابلة، في التحقيق هنالك تلاعب في تحقيق الكتب العقيدة، في تحقيق كتاب عقيدة نهاية المبتدئين لابن حمدان. يقول المحقق: وهذه العقيدة مبنية على معتقد السلف إلا في بعض المسائل. كيف يعني هذا تناقض؟ لا يجتمع، لا يجتمع، لا تجتمع الحركة والسكون. كيف معتقد السلف إلا في بعض المسائل؟ إما أن يكون معتقد السلف جملة، وإما أن يكون على غير معتقد السلف. فهذا الكتاب أمانة، أنا عندما أشرحه الآن أشرحه على مراد المصنف، لا أشرحه على مرادي، مثل ما يفعلون في كتب الفقه. يدرس فتح متن الغاية والتقريب للشافعية يقول: والصحيح، هو الصحيح ليس عنده، هو الصحيح قلده من 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 المعاصرين، من كتب المعاصرين، من كتب الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله. لكن هل هذا صحيح؟ الجواب هذا غير صحيح، لأن هذه أمانة علمية أشرحها على ما على مراد المصنف. فتنبهوا لهذا. يعني إذا وفق الله عز وجل أحدكم وأراد أن يحقق كتابا أبدا لا يتلاعب. يعني وجدت هنالك بعض المسائل يعني قطع 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 لنصف سطر لسطر ويتضمن حكما. نعم. وأول نعم الله الدينية وأعظمها أن أقدره على معرفة نعم، أول نعم الله الدينية وأعظمها أن جعل لنا قدرة على معرفته، هذا النعمة الدينية. الله سبحانه وتعالى فطرنا، سبحان الله العظيم، فطرنا على معرفته، هذه من أعظم النعم الدينية. نعم. وأول نعم الله الدنيوية الحياة العرية عن ضرر، وشكر المنعم واجب شرعا. نعم، شكر المنعم أول نعم الله الدنيوية الحياة العرية، العرية عن ضرر. نعم، ما معنى الحياة العرية عن ضرر؟ يعني من نعم الله عز وجل أنه جعل هذه، يعني جعل عباده في هذه الدنيا لا يتضررون، لا يتضررون ب يعني على مدى. نعم تقع البلاءات، البلاءات تقع، الأسقام تقع، لكن ليس على الدوام،
ليس على الدوام، بدليل أنه سخر هذه سخر الدنيا لعباده. وشكر المنعم واجب شرعا عند المعتزلة عقلا، وعند الأشاعرة عقلا وشرعا. إذن مذهبنا شكر المنعم واجب شرعا. وصفة الشكر هي عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله تعالى به على العبد من القوى الظاهرة وغير ذلك، والباطنة المدركة بالحس والغير مدركة. نعم. وهو اعترافه بنعمته على جهة الخضوع والإذعان وصرف كل نعمة في طاعته. إذن شكر المنعم واجب شرعا. عرفها ما هذا، ما كيف يكون الشكر، كيف صفة الشكر؟ اعترافه بنعمته على جهة الخضوع والإذعان وصرف كل نعمة في طاعته. صرف كل نعمة في طاعته. الله سبحانه وتعالى الآن أنعم علينا بهذه بنعمة الاتصالات ونعمة الشبكة العنكبوتية وغيرها. بأي شيء نصرفها في طاعته؟ من أعظم الشكر، أنواع شكر الله عز وجل، هو القيام بالطاعة، القيام بالطاعات. كلما أنعم الله عز وجل على العبد شكره بكثرة طاعته وبكثرة ذكره. نعم. ويجب الجزم بأنه تعالى واحد أحد فرد صمد. نعم. عالم بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة حي بحياة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام، وبأنه سبحانه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا تحله الحوادث ولا يحل في حادث ولا ينحصر فيه. فمن اعتقد أو قال بأن الله تعالى بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر، بل يجب الجزم بأنه سبحانه بائن من خلقه. حسبك. يجب الجزم بأن الله تعالى واحد أحد، والجزم جاء في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الجزم جاء في كلمة التوحيد. فرد صمد أيضا مما يعترض على الحنابلة إيراد هذه العبارات، فرد صمد. وقلنا أيضا وجهنا ما كتبه ما صنفه الحنابلة من أنهم استخدموا هذه المفردات في دفع أقوال المخالفين وفي إثبات عقيدتين. فرد صمد عالم بعلم، هذه صفات. هذا أيضا مما اعترض على، قالوا استخدموا هنا ما ذهب إليه أهل الكلام والأشاعرة. وحقيقة الله سبحانه وتعالى عالم بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة حي بحياة لا سميع بسمع بصير بصر متكلم بكلام. الإمام أحمد رحمه الله هو لم يتكلم في مسألة المعتقد، هل تعرفون هذا أم لا؟ كان يورد أحاديث الصفات ولا يتكلم فيه، لكن لما تكلم المعتزلة، لما تكلموا حتى قيل له لما تكلمت؟ قال لما تكلموا تكلمنا. فالآن العلماء عندما صنفوا هذا، صنفوا هذا في يعني هو إثبات للعقيدة ورد على المخالفين بضمنه. الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر، جوهر الجوهر جوهر الشيء، هذه الألفاظ لم ترد. نعم، لم ترد عند السلف ولم يتكلم بها السلف، هذا صحيح لا نخالف في ذلك. لكن لما جعل البعض أن الله عز وجل هو جوهر، فهنا ننفي ذلك، هنا نفى ذلك. هنالك من يقول لا ننفي ولا نثبت. التعليل عندهم أنه، أو الدليل عندهم، لم يتكلم بها السلف. لكن ماذا نقول لمن قال بأن الله عز وجل جوهر؟ فهنا جعل لله عز وجل حيز. هل نسكت؟ لا، نقول الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض. الجوهر هو ما قام بنفسه، الجوهر هو ما قام بنفسه، والجسم ما تركب من جزئين فصاعدا. هذا طبعا، هذه الألفاظ موجودة
في علم المنطق، موجودة في علم المنطق. والعرض ما قام بغيره، العرض ما قام بغيره يعني يكون تابعاً لغيره أو محتاجاً لغيره، فكيف نسكت؟ يعني كيف نقول أن الله عز وجل، يعني هنالك من يقول أن الله سبحانه وتعالى جوهر وجسم وعرض، نحن نقول الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأوصاف. نعم، لا تحله الحوادث ولا يحل في حادث، لا تحل الحادث، الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان وعن الجهة ولا ينحصر فيه. فمن اعتقد أو قال بأن الله تعالى بذاته في كل مكان أو في مكان يعني في جهة فكافر، بل يجب الجزم بأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. لذلك الآن لما قلنا قبل قليل في درس الأصول، الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، واستوى على العرش هو مستو على عرشه بائن من خلقه، حتى ننزه ذات الرب جل وعلا. فالله تعالى كان ولا ما كان، هنا بدليل أن الله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء، هو الأول ليس قبله شيء، ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ورد حديث في ذلك أيضا، أتى بهذا الكلام لكنه مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ولا شيء معه، وفي رواية ولم يكن شيء بعده، وفي رواية ولم يكن شيء قبله. انتبهوا إخواني، في زيادة التي هي ولا مكان، كان ولا مكان، هي منسوبة لعلي رضي الله عنه، فندها البعض، قالوا هذه زيادة وهذه غير ولا تثبت، يعني في محاولة لنفيها، لكن هذا كله مأخوذ، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهكذا. هذا مأخوذ من هذه الأحاديث، لم يأتوا بها من جيوبهم. نعم، وكل شيء سوى الله تعالى وصفاته حادث. نعم، والله سبحانه وتعالى خلقه وأوجده وابتدأه من العدم، وجميع أعمال العباد. حسبك. كل شيء سوى الله تعالى وصفاته حادث، من الذي أحدثه؟ من الذي أوجده؟ الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد وهو الذي خلق وابتدأه من العدم، وابتدأه من العدم. نعم، وجميع أعمال العباد كسب لهم، وهي مخلوقة لله تعالى، خيرها وشرها، والعبد مختار ميسر في كسب الطاعة واكتساب المعرفة. هذه مسألة، هذا المبحث مبحث في القدر، هذا المبحث مبحث في القدر. جميع أعمال العباد كسب لهم، يعني كل أفعالنا هي كسب لنا، وهي مخلوقة لله تعالى. الفرق بين الكسب والخلق أن الكسب وقع بآلة نحن، والخلق لم يقع بآلة. اكتبوها أخواني هذه المسائل، اكتبوها، أو إن شئتم راجعوا الدرس وقيدوا هذه المسائل. فحركاتنا، سكناتنا، الظاهر والباطنة، كلها يعني بخلق الله عز وجل. قال الله عز وجل: والله تعالى والله خلقكم وما تعلمون. نعم، والعبد مختار ميسر في كسب الطاعة واكتساب المعصية، وهذا الذي ذكرناه الدليل، وأدلة كثيرة، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، ومشيئته وإرادته تعالى ليستا بمعنى محبته ورضاه، ومحبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته. نعم، المشيئة تختلف عن الإرادة، المشيئة كونية دائمة، كونية دائمة، أما الشرعية مثل قول الله عز وجل: ويريد الله أن يتوب عليكم،
فمشيئته وإرادته تعالى ليس بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيحب ويرضى ما أمر به فقط. لكن في الإرادة الكونية أمر بما يحب وأراد ما يحب وما لا يحب، أراد لم يأمر، أراد ما يحب وما لا يحب، وخلق كل شيء بمشيئته، خلق كل شيء بمشيئته. نعم. تتمة في حدي الإسلام والكفر. الآن عرفنا معنى الحد، انتهينا، يعني هذه المسألة أصبحت، أنا لماذا قدمت دراسة المنطق ولو أول الأبواب أو أول الفصول، فصول لما لها متعلق بعلم المنطق. نعم. الإسلام الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام بقية الأركان الخمسة إذا تعينت. نعم. وتصديق الرسول فيما جاء به. حسبك. الإسلام الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما، مع اعتقادهما والتزام بقية الأركان الخمسة إذا تعينت. ما معنى إذا تعينت إخواني؟ نعم. إذا وجبت على المكلف، إذا أصبح مكلفا، إذا أصبح مكلفا. لذلك قدم المعرفة على كل قادر، خرج عندنا في المعرفة ما لم يكن قادرا. نعم. وتصديق الرسول فيما جاء به. والكفر جحد ما لا يتم الإسلام بدونه. جحد ما لا يتم الإسلام بدونه. إنت أركان الإيمان، أركان الإيمان. جحد إنكار، الجحد هنا الإنكار. نعم. ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه أو جحد حكما ظاهرا أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعيا أو ثبت جزما كتحريم لحم الخنزير أو حل خبز ونحوهما كفر، أو فعل كبيرة وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو داوم على صغيرة وهي ما عدا ذلك فسق. حسبك. الكفر جحد ما لا يتم الإسلام بدونه، ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه، مثل الجحد الإنكار إخواني. هنا يدخل الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان بالنسبة للجحد، جحد ما لا يتم الإسلام، ما لا يتم الإسلام إلا به. مثلا جحد الصلاة، جحد أنكر الصلاة، هذا يكفر، أو جحد الزكاة، أو جحد الصيام. انتبه إخواني، أنا أقول جحد، ليس لنا تعلق الآن بالترك، مسألة الترك لم نأتي إليها، هذه ليس لها، حتى لا يشتبه عليكم مسألة الترك ومسألة الجحد. هذا جحد أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإسلام، جحد البعث أو جحد الحج، فهذا أولا. أو جحد حكما ظاهرا أجمع على تحريمه، عندنا مثل الربا بجملته، الربا بجملته، جحد وجوب الصلاة حكم، جحد وجوب الصيام حكم، أو حل أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعيا. نقف هنا في مسائل خلافية إخواني، هذه لا يكفر جاحدها. على سبيل المثال، يعني شخص يقول ما في ربا في مثلا في العينة، نقول ما في ربا في العينة، ايش رايكم بهذا القول؟ العينة لا يوجد فيها ربا، فيها خلاف. الشافعية قالوا بجواز العينة، عين العينة نفسها ذاتها قالوا بجوازه، فنأتي ونقول ها أنت جحدت، أنت أنكرت أن هذا ربا، أنت تخرج من الملة. وحقيقة أنتم تعرفون، تكلمنا كثيرا في دروس متعددة عظم الإقدام على تكفير المسلمين، عظيم جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللعن بالقتل، يعني أنت كأنما تقتل أخاك. فهذا يعني مما ابتليت به الأمة في هذا الزمان، الأصاغر
يعني ظهرت عندنا طائفة خرجت الأمة من الإسلام، والآن في طائفة أيضا تلبس لباس الالتزام بالكتاب والسنة، وهي من أبعد الناس، أو التزام يعني في طائفة الآن تكتب على مواقع التواصل، هم يعني مجهولي الحال يتكلمون في مسألة كفر الأشاعرة والماتوري، كفر أهل السنة عموما. يعني أحدهم كتب كفر القرطبي رحمه الله صاحب التفسير، قال هو أنكر مسألة العلو. يعني هذا فات من سبقك من العلماء، فأنا أتكلم عن هذه الطائفة الآن التي هي ملتزمة على اعتبار أن هذه عقيدة الإمام أحمد. هم هكذا يعني شبيبة، لا أعرف يعني هم مجهولي الحال، لكن يكتبوا، فاحذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء وحذروا منهم. نعم. أو ثبت جسما كتحريم لحم الخنزير أو حل خبز ونحوهما كفر، يعني هذا الذي يجحد حكما قطعيا و يعني حكما ظاهرا قطعيا، أو ما ثبت يعني تحريمه، مثل ما شخص يقول الخنزير لحم الخنزير حلال أو الخبز حرام ونحو ذلك، نسأل الله العافية. نعم. أو فعل كبيرة وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. الكبيرة أو الذنوب تنقسم إلى قسمين، ذنوب مقدر لها حدود شرعا، وذنوب لم يقدر لها حدود شرعا. يعني عندنا ذنوب مقدر لها حدود وذنوب ليس مقدر لها حدود، فهي تكون تابعة للقاضي بما يراه القاضي أو بما يراه الحاكم. فالكبيرة هو حد، قال وما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو داوم على صغيرة وهي ما عدا ذلك فسق. إذن المداوم على الصغيرة يلحق بالكبيرة، المداوم على الصغيرة يلحق بالكبيرة. نعم أكمل. والإيمان عقد بالجنان وقول باللسان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص وهو وثوابه بالعصيان، ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل والغفلة والنسيان، ويجوز الاستثناء فيه. وقال ابن عقيل يسن، والمراد لا على الشك في الحلم، بل في المآل أو في قبول بعض الأعمال ونحو ذلك. الإيمان، تعريف الإيمان عندنا في المذهب عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهو في اللغة عندنا في المذهب التصديق، في المذهب عندنا التصديق، عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. لا نقول شرط كمال، نحن نخالف يعني عندنا الأعمال بالأركان نخالف فيه الأشاعرة، لأنهم يقولون العمل في الإيمان العمل شرط كمال. ولا نقول أيضا هو من صحة، هذه الألفاظ لا نستخدمها، أنه جنس العمل من صحة الإيمان ونحو ذلك. نقول عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هكذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقوى بالعلم. انتبه أخواني، يقوى بالعلم، لذلك العلم دلالة على الإيمان، ليس هو الإيمان، العلم ليس هو الإيمان. لماذا يقوى بالعلم؟ الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، ف وقال عن يعني خص العلماء بالخشية، والخشية هو خوف مبني على علم، خوف مبني على علم. لذلك الآن عندما تقود سيارة، قبل أنت لا تعرف، تخشى أن يعني تقود السيارة حتى لا تتضرر أنت أو لا تتضرر السيارة. لماذا؟ لا تعرف عنها شيء، لا تستطيع أن تصلح الكهرباء، تخشى أن
يعني تتأذى أو تتضرر منه. لماذا؟ لأنك لا تعرف عنه شيء، لكن إذا تعلمت أمنته. هنا سبحان الله، إلا الله عز وجل، كلما تعلم المسلم عن الله عز وجل ازدادت مخافته منه. لذلك اختص أهل العلم بالخشية ليس بالخوف، والخشية هي الخوف المبني على علم. نعم. إذن يقوى بالعلم ويضعف بالجهل. نعم، يضعف بالجهل لأنه لم يتعلم حكم هذه المسألة أو حكم هذه القضية، ليقوى عنده وازع الخوف من الله جل وعلا. وكذلك الغفلة والنسيان يجوز الاستثناء فيه. عندنا الاستثناء جائز، أنا مؤمن، وقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله. قال ابن عقيل يسن، وأورد قول ابن عقيل يسن، والمراد لا على الشك في الحل، في يعني أنه ليس على سبيل التشكيك في الإيمان. هذا الاستثناء ليس على سبيل التشكيك، لأن هنالك من الفقهاء من قال لا 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 يجوز الاستثناء لأنه تشكيك في الإيمان، بل في المآل أو في قبول بعض الأحمال ونحو ذلك، يعني في قبول بعض الأعمال. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأله أحد الصحابة قال يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل ويجد في قلبه شيء، يعني يعمل الخير ويجد في قلبه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك عاجل بشرى المؤمن، وهذه بشارة للمسلمين، يعني أنه إذا عمل عملا خيرا ووجد في هو الصحابة يخشون على أنفسهم الرياء والنفاق، هم أتوا يعني أتى يسأله أجد في قلبي شيء. وهذه حلاوة الإيمان، هذه هي التي تكلم عنها السلف، وتحصل في قلوبكم في بعض الأحيان في فعل في عمل خير أو عمل طاعة ونحو ذلك، تشعر في شيء يعني لا يوصف حقيقة. يعني لما قال سفيان رحمه الله قال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من نعمة الإيمان لجالدون عليه بالسيوف، لأنها نعمة عظيمة جدا لا يرزق الله عز وجل إلا لخاصة عباده. إذن هو في المآل أو في قبول بعض الأعمال ونحو ذلك. يعني المسلم نحن نعرف مراتب الدين عندنا كما جاء في حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان، أعلاها الإحسان وقبلها الإيمان وقبلها الإسلام. فكل مؤمن مسلم، وكل محسن هو مسلم مؤمن، وليس كل مسلم مؤمن، فهنالك مغايرة بينهما. الحكم على المسلم الآن، يعني وهذا يحصل، شخص يعني مثلا سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى، كيف يحكم عليه؟ ننتظر منكم جوابا. نعم، أتى بشيء من لوازم الإسلام، أحكام الإسلام يسلم على المسلم. تبعوا عندنا في المذهب إذا صلى فمسلم حكما، الكافر إذا صلى فمسلم حكما، قاله الحجاوي في زاد المستقبل. نعم، كان كافرا وفعل شيئا من أركان الإسلام أو شعائر الإسلام فيحكم له بالإسلام. نعم، هنا هو كان مسلم ثم وقف أمرا مكفرا. نعم، فهنا وفعل فعل يعني صلى ومات، ما الحكم فيه؟ ظاهر مسلم، ولذلك هو قال حكما. لأجل أي شيء قال حكما؟ مسلم حكما، مسلم حكما في الدنيا يترتب عليه ميراث، يعني إرث ونحو ذلك، إذا مات غيره ورث، أو هو إذا مات ورثوا منه، وهكذا. بعد الدرس، حتى لا كم مضى على الدرس؟ بقي 10 دقائق. تمام، أكمل. من مسألة العلو، الفصل الأول مسألة العلو.
أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينزهونه عما نزهه عنه نفسه من عنه نفسه من مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، مسألة العلو وهذه يعني درجة الخلاف فيها بين المذاهب السنية وبين بين المبتدعة وأهل السنة وبين المذاهب السنية. قال فنقول وبالله التوفيق مذهب سلف الأمة وأئمتها. مذهب السلف الأمة إخواني هنا المراد به المعتقد، مذهب سلف الأمة المعتقد. سلف الأمة ليس لهم مذهب فقهي مستقل، انتبهوا إلى هذا التفريق. المعني به مذهب سلف الأمة المعتقد، ما كان عليه سلف هذه الأمة. أما كمذهب فقهي لا يوجد مذهب اسمه مذهب سلف الأمة في الفروع. لماذا؟ لأن السلف اختلفوا في المسائل الفروعية، أما في الأصولية يعني في المعتقد لم يختلفوا فيما بينهم إلا بضعة مسائل كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ونحو ذلك من المسائل التي وصلت إلينا مما اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نقف إلى هنا لأن المسألة طويلة، لا نريد أن نأخذ جزء منها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان في سؤال أخواني. نعم. قالوا والكفر جحد ما لا يتم الإسلام بدونه، ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه أو جحد حكما ظاهرا لا أدري أو فعل كبيرة عتق كلها على لا. انظر هو أين فصل؟ قال أو حل خبز كفر أو فعل كبيرة. هنا يعني لم يجعله من جنس الكفر، أنت تقصد هذا السؤال صح؟ لا لم يجعله. لماذا؟ لأنه عرفها وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخر، لكن ليس لا يعود هذا الضمير إلى الكفر. يعني أو ليست عطف؟ لا لا، هنا يعني بعض العلماء جعل أنه من الكفر لكنه على اعتبار من الكفر الأصغر، لكن هو الآن قصد الكفر جحد إلى آخره، أو حل خبز ونحو ما كفر أو فعل كبيرة، لكن بيّن الكبيرة أن ما عليها حد في الدنيا وعيد في الآخرة، لكن غير مخرج من الملة. آخر شيء قال غير مخرج من الملة. هو يشكل على طالب العلم لماذا وضع حرف الأو، يشكل ربما الشيخ اعتبرت الكفر أصغر. هو أنا قلت لك كثير من العلماء يعدون الكبائر كفر أصغر. نعم. بس مسائل حول الشرح. إيه. لما ذكرت المثال الكافر إذا فعل شيء من شعائر الدين يحكم بالإسلام. نعم. المسلم إذا فعل فعلا متفرا. نعم. إذا الدليل على كفر هذا الفعل أو. نعم. البعض يشترط في المسلم إتيان الشهادتين. إذا ارتد. إذا خرج من هذا الباب عليه أن يدخل منه. نعم. هل هذا الاشتراط صحيح؟ هو أنا ذكرت صورة تطرأ، يعني ذكرت صورة تطرأ ليس مطردة، يعني مسألة اطرادها لا، لكن رجل مسلم سب الله عز وجل سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى، هذا ماذا يحكم عليه؟ وهذا السؤال. ارجعوا إلى أصل المذهب، يعني الآن نطق بالشهادتين نعم هو كمسلم، لكن إذا صلى من العلامات الحكمية فمسلم حكما. هو في المتون عندنا في المذهب يذكرون
وإن صلى فمسلم حكما، إن صلى الكافر فمسلم حكما. فأنا أعتقد الذي يظهر لي أن الكافر عام، سواء كان مسلم خرج من ملة أو كذا، أنه صعب أنه يعني سب الله عز وجل ثم صلى وتحكم بكفره. ممكن ممكن يعني مسائل أخرى مثلا اعتقادية عند الإمام أحمد ربما قول وقال أن القرآن مخلوق فقد كفى، وربما نفترض في زمن الإمام أحمد أحد أعلام أو أئمة المعتزلة الذين يقولون بهذا القول ويعتقدونه اعتقادا وهم يؤدون الفرائض، وهم يؤدون الفرائض، ولنفرض أنه حكم بكفر بكفر عين من أعيانه، نعم، فهل لا في هذا، لا في هذا لا، نعم نعم في هذه الصورة لا، مع العلم أن الإمام أحمد ما كفره أنا أفترض لا لا في هذه لا، لكن أنا الآن نحن أنا ضربت مثال إيش هذا يحصل، يعني سبحان الله الحنابلة لكم افترضوا مسائل لكن مسائل تقع، شخص سب الله عز وجل بعد شوية صلى، هذا شلون؟ هذا موجود، الناس تسب وتصلي في الجامع هذا موجود، لكن إذا سب ثم صلى هذا لا يمنع من إحضاره القاضي أنا قلت إذا مات، أنا قلت إذا مات، نعم إذا مات، إذا مات شو نسوي له؟ لا في قول العلماء، لا العلماء يقولون لا مرتد، بس مذهبنا متساهل، مذهبنا شوية متساهل مرجئة. الإمام أحمد ما أدري يقال من كفى حصل ثلث، والله ما اعرف يعني، بس سؤال قال له فكرت شيء هو النصوص احمد واضحه، من قال بان القران مخلوق اساله كان القران او عن العلم او شيء، فقال كفرت بالله، كفرت بالله ما اعرف هذا الروايه، انا اعرف اختلفوا في مساله هل كفر ال ها ابن ابي ذؤاب وكفر لا ما سمع ما 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 كفره، لكن ما يعني لم يحله، ما حله. بالنسبة للمأمون، المأمون اختلفوا فيه هل كفره أم لا، في عبارة لكن مجملة للإمام أحمد. علماء الحجاز متمسكين أنه لم يخرج عليه، فمعناه الإمام أحمد لم يخرج حتى لا تكون فتنة، لما قال لي شو اسمه الذي صلبوه بقي أشهر لا لا أحمد الخزاعي، الخزاعي يعني الإمام أحمد يترحم عليه ويحبه ويجله، لكن تصرف أدى إلى مفسدة كبيرة. فعلماء الحجاز شلبوا بأنه الخروج شيء، يعني الخروج شيء وتكفيره شيء، يعني حكام العرب إذا قبل كانوا لابسين قلابية ثخينة، ترى هسع لابسين فرد برا يعني ماكو، بس حتى سوى من اقطع انتوا هاي من زمان اقولكم في شو اسمه